مناظرها الخلابة المليئة بالكثبان الرملية الرائعة والمخيمات السياحية المتفردة بتصاميمها المنسجمة مع البيئة المحلية من أهم المقومات التي جعلت من ولاية بدية بمحافظة شمال الشرقية مقصداً للسياح. وفي هذه الزاوية تفرد مرشد الحجري بمساحة مخصصة لعدد من الفعاليات المصاحبة لهذه الأجواء. والله الفعاليات اللي نقدمها مثل الدراجات، مناطيد، كروسينج بالسيارات، تخييم، عندك اللي هو مشاحة النجوم، مستعينين بالقبة الفضائية، في ناس متخصصين في هذا الكلام، عندك اللي هو الساند بورد. انزين، هذه الفعاليات تحتاج لها الصحراء. ركوب المناطيد الهوائية تجربة لا يمكن نسيانها للسياح، حيث الاستمتاع برحلة فوق الصحراء ومشاهدة المناظر الخلابة من الأعلى، كما كان للأطفال مساحة مخصصة لممارسة تجربة ركوب الدراجات النارية. المنطاد سوى نقلة في السياحة في شمال الشرقية وعلى مستوى المخيمات اللي موجودة هنا داخل الولاية. فالسائح كانت في مناظر من حقبه عنه ما يشوف الا يشوف هذه التلال، فلما صعد في المنطاد فشاف جماليه الرمال وتضاريسها، والحمد لله عليه اقبال كثير. I like especially the beginning of the اعجبت بجماليات قريه الواصل، خصوصا القلعه والبيوت الاثريه القديمه، حيث تعد مواقع مميزه لمعرفه تاريخ هذه الولايه، كما استمتعت برحلة السيارة عبر الرمال. سهرة الخيمة والنار وشوي الطعام في الهواء الطلق لوحة فنية مبهجة ترسم على نفس السائح، حيث يمكنه التمتع بالراحة والاسترخاء في جو من الهدوء والسكينة. اكتشفت أن السائح كل ما تطور لازم أنت تكون مواكب هذه الأشياء، اللي هي مثلا أنك تعمل مثل هذا المقهى، تعمل برامج مثل منطاد، تعمل برامج اللي هي للتيم بيلدينج، تستهدف يعني انت عدة فئات وتحاول توفر لهم كل البرامج اللي هم يريدوها. ولاية بدية مكان جميل جدا، يوجد فيها ثقافة مميزة وقلعة عريقة، كما تحظى بطقس هادئ ومعتدل. التناغم الجميل بين طبيعة المخيمات الصحراوية وأصالة الحياة المعاصرة عكستها مقهى أوريكس في قلب مخيم المها العربي لتضفي لمسة عصرية للمكان. مغامرات مثيرة لمجموعة متنوعة من السياح من داخل السلطنة وخارجها تنفذها المخيمات السياحية بولاية بدية. أحمد بن محمد المعمري من ولاية بدية محافظة شمال الشرقية.